بس عايزة أقول وكلامي مش موجه بس لينا هنا في الاستوديو، أنا كلامي موجه لكل المصريين. إذا لم نتصور حجم المؤامرة اللي بتستهدف بلدنا يبقى دم جوزي وكل الشهداء بيروح حضر. قولا واحدا، من صاحب المصلحة الأولى في هذه التفجيرات؟ بريطانيا، وانا بقولها بالفم المليان، بريطانيا. من يخطط لضرب مصر؟ بريطانيا، اجهزة الاستخبارات بتاعتها. لما تبقى دولة البريطانية باجهزتها ترعى هؤلاء الارهابيين داخل بلادهم وتدافع عنهم وترفض اعتبارهم ارهابيين، اعتقد ان ده لازم ان احنا نشك. لما يقتلوا ريجيني وطلع الكلام اللي انا قلته والناس كذبتني، ويطلع رئيس الاستخبارات بعد كده قدم استقالته لانه ثبت تورطه، وطلعت النتيجة ان هم بريطانيا قدمت انها تخرج، لازم ندرس كويس عشان نعرف ازاي عدونا بيفكر فنفكر. بريطانيا خرجت من الاتحاد الاوروبي، بريطانيا اعلنت عودة الدولة العظمى، يعني الاستعمار يعني القديم. طيب هو مين اللي انشأ جماعة الاخوان؟ بريطانيا. من الذي انشأ الفكر الوهابي؟ الاستعمار البريطاني. من الذي يدعم الارهاب؟ ايضا اجهزة الاستخبارات البريطانية. مين اللي متضايق ان مصر بتقوم وهتقوم غصب عنهم؟ خاصة ان احنا في مرحلة قاب قوسين او ادنى، على شهر 6 اللي جاي هتبدأي تاخدي ثمار ابار الغاز اللي انت وجدتيها، يعني هتدخلي دولار. طب انا لازم اضرب لك. طيب هو الهدف الكنائس بس؟ لا والله ما الهدف الكنائس بس. الهدف زي ما انت سمعتي كده كان في اتنين جامع، فين؟ في طنطا، وجامع فين؟ في الاسماعيلية. الهدف هو الدولة المصرية، مسلميها بمسيحيها، لان احنا زي ما قلت احنا والمسيحيين اخوال بعض، مش كده ولا ايه؟ ستنا هاجر ام سيدنا اسماعيل، جد سيدنا محمد مصرية، وسيدنا محمد اتجوز ستنا ماريا القبطية اللي خلف منها مين؟ ابنه سيدنا ابراهيم، ابن وبكى ابن الوحيد عليه وقال له لو عشت يا ابراهيم لاصبحت نبيا. القلب يبكي. بصي، دوري عن راس الافعى، وانا قلتها قبل كده، راس الافعى بريطانيا وزيلها الولايات المتحده الامريكيه. قولا واحدا يا شعب مصر، مش الدوله لوحدها ولا الاجهزه لوحدها، احنا. يا ترى الناس اللي كانوا ساكنين في العمارات اللي فيها شباب بيطلعوا قد دورهم وواجبهم انهم بلغوا الاجهزه الامنيه ان في شقق فيها شباب غرب طالعين نازلين؟ لا. يا ترى المواطن المصري هنفضل لحد امتى في سلبيه؟ ان انا ابقى شايف قدامي شيء مش مظبوط واقول وانا مالي، حد تاني يروح يبلغ. الدوله مش هيبقى ليها 100 عين وميت اذن وميت ذراع، مليون عين، مليون عايزه رقيب على زي ما قلت كده. انا جوزي اللي اختاله اختاله فين؟ يعرفوا منين جوزي؟ تتبعوه ازاي؟ الجماعه مكلفه وبتكلف اتباعها عليكم، كل واحد ساكن في مكان، شاف ضابط جيش، شاف ضابط شرطه، شاف قاضي، شاف اعلامي، بلغه. تبدا عمليات الرصد بمنتهى البساطة والسهولة، هو ده الدور اللي بيقوموا بيه. هل احنا فكرنا ازاي لما نلاقي شقة فيها مجموعة من الغرباء، مجموعة من الشباب طالعين متجرة مفروش ما بلغتش ليه الأجهزة الأمنية؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، وأنا هنا يا سيادة النايبة قلتها قبل كده، يوم اغتيال جوزي بعد ما دفنته، إن دم جوزي في البرلمان، البرلمان المصري، رئيس الدولة مكبل لا يملك إنه يقدر يطلع قانون.
رئيس الدولة وفقا للدستور اللي انا اعترضت على 35 مادة. رئيس الدولة يا شعب مصر مكبل لا يملك ولا يستطيع انه يتخذ قرار او يقول حاجة من القوانين الا من خلال مجلس الشعب، بل لا يملك انه يشيل وزير، لازم مجلس النواب اللي يقول. مجلس النواب، هناك بعض من النواب يا سيادة النايبة ضد ان بلدنا تقف على رجليها، مش هقول اسمائهم، الشعب المصري عارفهم بالاسم. طبعا عارفهم. تمام؟ ضد المحاكمات العسكرية، ضد ان يطلع قوانين الاجراءات. انا عايز اعرف قانون من يعني فرنسا حدثت فيها الاحداث الارهابية، اجتمع البرلمان مع الوزراء مع رئيس الدولة، قرروا تغيير تم التنفيذ بعد 3 ايام كان منفذين حكم الاعدام. هل احنا محتاجين الى اننا نغير؟ ما البرلمان يقرر والدولة غصب عنها ووزير العدل غصب عن عينه، مش ده وزير في الحكومة؟ برلمان يقرر. مش عندكم لجنة تشريعية يا سيادة النايبة؟ ما تقرروا. اهالي اسر الشهداء ماتوا 1,000,000 مرة. صح.